متابعي القناة، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية. تواجه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب. وقال أن التهم الموجهة لموكلته تتمثل في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل سير العمل ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها. بعد توجيه هيئة الدفاع التهم لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وجهت رسالة من سجن إيقافها الذي وصفته بمقر احتجاز قسري بمناسبة فتح باب الترشح للانتخابات المجلس البلدي. قالت عبير موسي في الرسالة: أنا مختطفة ومحتجزة قسريا خارج إطار كل التشريعات الوطنية والدولية، وأواجه عقوبة الإعدام لأنني رئيسة الحزب الوحيد الذي رفع صوته وأعلن بكل وضوح رفضه لتقسيم البلاد وحكمها بالقرعة، وانطلق في إجراءات الطعن في الأوامر الرئاسية المتعلقة بهذه العملية الخطيرة، ونظم مسيرة شعبية في اتجاه المحكمة الإدارية لتحميلها مسؤوليتها. وأضافت: ستحفظ الذاكرة الوطنية أن انتخاباتهم التي يقررها الشعب التونسي ولم يطالب بها ولا علم له بحجم خطورتها على وحدته وأمنه، ملطخة بمجزرة قانونية وسياسية وإنسانية في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر بهدف إخراس صوتها. وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر: وقد أموت بحبل المشنقة التي يريدون لفه حول رقبتي، لكن لا تموت القضية التي ذهبت من أجلها إلى مكتب الضبط بقصر قرطاج، وستتخلى أروقة المحكمة الإدارية وأروقة المحاكم الدولية، وستدرس مخرجاتها في أكبر جامعات القانون في العالم. وكشفت اليوم هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفض إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة تمكين عبير موسي من الزيارة المباشرة لعائلتها المتكونة من زوجها وابنتيها، رغم تمكين قاضي التحقيق في هذا الإجراء بتاريخ 31 أكتوبر 2023. وأشارت الهيئة في بيان لها أن هيئة السجون والإصلاح تعللت بعدم ورود التعليمات في الغرض بسبب أحداث سجن المرنقية الأخيرة وفق تعبيره. وأضافت هيئة الدفاع أنه تم في مناسبة ثانية التحصل على إذن من قاضي التحقيق بتاريخ 7 نوفمبر 2023 بتمكين عائلة عبير موسي مرة أخرى من الزيارة المباشرة، إلا أن الإدارة رأت خلاف ذلك وواصلت المنع تنكيلا بمنوبتهم وتسليطا لمزيد الضغط النفسي والعنف المعنوي عليها، وذلك بحرمانها من احتضان ابنتيها في إجراء غير مبرر حسب نص البيان وحسب تعبيرهم.